والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع سارة نجيب. إليك سارة. شكرا هبة، شكرا دينا. مشاهدينا، هذه جولتنا الاقتصادية لتاسعة، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي. وقام إعلامي مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي أكدت على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهريا لمنافذ صرف السلع التموينية. بحث رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أوجه التعاون المشترك وبحث فرص الاستثمار بمصر مع المستثمرين بإمارة رأس الخيمة والفجيرة وتفعيل التعاون من خلال مشروعات التكامل الاقتصادي بين مصر والإمارات. جاء ذلك خلال لقائه عددا من المنظمات والجهات الاستثمارية ومجموعة من الشركات الإماراتية، كما تطرق الاجتماع إلى التعرف على خططهم في الاستثمار في مصر أو خططهم التوسعية، حيث شهدت اللقاءات استعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تهيئة بيئة الأعمال، والتي من أهمها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية وتوفير وتخصيص الأراضي للمستثمرين في مجال الصناعة وتطوير البنية التحتية. قام رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين بجولة تفقدية لموقع إحدى شركات التموين السفن بمقرها الرئيسي في هولندا داخل ميناء روتردام، واطلع رئيس اقتصادية قناة السويس على مستجدات الأعمال للتجهيزات الخاصة بتموين السفن التي توفرها الشركة لعملائها، وكذلك تفقد خزانات الوقود وخاصة الأمونيا وآليات العمل في هذا المجال لتبادل الخبرات بين الجانبين. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن العرض والطلب، وانخفض سعر خام برنت بنسبة 0.8% ليصل إلى 74 دولارا و30 سنتا، كما نزل خام غرب تكساس بنسبة 76% مسجلا 70 دولارا و33 سنتا، وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.5% لتصل إلى $2.36 سنتا للتر. في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 39% لتسجل $2.18 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وكالة إيكوفون الدولية للدراسات الاقتصادية أن الطاقة الإنتاجية للمشاريع المعلنة عالميا لا تمثل سوى نصف أحجام الهيدروجين النظيف اللازمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وكشف مجلس الهيدروجين عن أنه من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية المجمعة لجميع مشاريع محطات الهيدروجين النظيف المعلنة في إفريقيا إلى 1.5 مليون طن سنويا. وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لجميع مشاريع محطات الهيدروجين النظيفة التي تم الإعلان عنها بالفعل إلى 38 مليون طن سنويا في العام 2030، وأكثر من 66% من هذه السعة تتعلق بالهيدروجين الأخضر. نهاية جولتنا الاقتصادية لتاسعة، والآن عودة مرة أخرى إلى دينا وهبة. إليكما. شكرا لك سارة.